تعد السلامة العامة في كافة المجالات واجبا أمنيا ينهض به الدفاع المدني في كافة الظروف، ولعل الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني مناسبة جيدة لإبراز أدوار ومهام الدفاع المدني فيما يتعلق بحماية الأرواح والممتلكات. يواصل الدفاع المدني النهوض برسالته الإنسانية النبيلة المبنية على حماية السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يحمل شعار دور أنظمة المعلومات التكنولوجية والتقنية في تقييم المخاطر. تحتفل الإدارة العامة للدفاع المدني في الأول من مارس باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بقرار من منظمة الحماية المدنية. فتم تحديد شعار هذا العام تحت شعار دور أنظمة المعلومات التكنولوجية والتقنية في تقييم المخاطر. لذلك تسعى الإدارة العامة للدفاع المدني لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات من خلال رصد وتحليل المخاطر التي يتعرض لها جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وعلى أثره يتم وضع خطط واستراتيجيات توعوية شاملة من أجل الحد من هذه المخاطر. وكذلك الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني أغلبها تحولت إلى خدمات إلكترونية بإمكان جميع المواطنين الاستفادة منها عبر البوابة الحكومة الإلكترونية، وبالإضافة إلى توافر العديد من الكتيبات والبروشورات التوعوية الحديثة التي بإمكانهم الحصول عليها من خلال التصفح على موقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للدفاع المدني. يحمل شعار هذا العام العديد من الرسائل انطلاقا من الاهتمام والأهمية بدور الأنظمة التقنية والبرامج المعلوماتية وأنظمة الإنذار المبكر من المخاطر والتطبيقات التكنولوجية والتقنيات في تقييم المخاطر ذات الصلة بالحماية المدنية والدفاع المدني. تعمل غرفة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني على سرعة الاستجابة من خلال استلام البلاغ وتحويله إلى أقرب مركز للتعامل معه بشكل المطلوب. أيضا غرفة العمليات مجهزة في برامج حديثة لمتابعة سير البلاغ حتى يتم تنفيذه في زمن قياسي بإذن الله. جميع آليات الدفاع المدني مجهزة بشكل كامل من معدات الإطفاء ومعدات الإنقاذ في حال أي طارئ لا سمح الله. رصيد الدفاع المدني ممتد منطلقا من التقنيات المتطورة في الإنقاذ وسرعة التدخل والكفاءة والقدرة على تنفيذ عمليات الإنقاذ والإخلاء، ما يعني في الأخير أن الدفاع المدني ماض قدما في أداء مهامه النبيلة ضمن مسيرة العطاء والتضحيات.